بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد وقفت عند سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. السورة هذه تسمى بسورة البينة، وتسمى بسورة لم يكن الذين كفروا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي بن كعب الصحابي الجليل: وقد سماني الله يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه، وحق له أن يبكي، كون الله رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر اسم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث عند البخاري، فاستدل به العلماء على أن من أسمائها غير البينة، أن من أسمائها سورة لم يكن الذين كفروا. وتحدث العلماء عن هذه السورة، فقال بعضهم إنها مكية وهو الذي عليه الأكثر، وقال بعضهم إن السورة مدنية. وهذه السورة لها مقاصد، وهي أنها توبخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان مآل المكذبين أنهم في نار جهنم خالدين فيها. ثم قال: أولئك هم شر البرية. البرية يعني شر الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ذكر أهل العلم ومن ضمنهم الواحدي أن أصعب أو من ضمن الآيات الصعبة تفسيرها، التي بل قد أشكلت على بعض علماء التفسير، هذه الآية، وهي قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ومن ضمن الفوائد أن هذه السورة صدرت بالنفي في قوله لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب عند العرب. ومن ضمن السور التي صدرت بالنفي: لا أقسم بيوم القيامة، وكذلك هذه السورة: لم يكن الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة العظيمة، سورة البينة، قائلا: لم يكن الكفار. والكفر عند العرب هو التغطية والستر، ومنه سمي المزارع لأنه يستر البذرة في باطن الأرض، سمي كافرا، يعجب الزراع ليغضب الكفار لأنه يستر البذرة. فكذلك الكافر يستر نعمة الله عليه ويجحد فضل الله عليه. الله هو الذي خلقه، والله هو الذي رزقه، ومع ذلك يعبد غير الله. فقال سبحانه وتعالى: لم يكن الكفار من اليهود والنصارى
واليهود سموا بهذا الاسم إما من الهود وهو الرجوع إلى الله إنا هدنا إليك، أو من نبي عندهم اسمه يهوذا فنسب إليه، والعرب تقلب الذال دالا، والنصارى سموا بهذا الاسم إما لأنهم سكن إما لأنهم ينصر بعضهم بعضا. قال الحواريون نحن أنصار الله، واليهود هم الذين أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، والنصارى هم الذين أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل، وهم يسمون بأهل الكتاب. فإذا قرأت في كتاب الله أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن عندهم كتاب سماوي. لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد دين غير الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، كما تقدم مرارا قرر هذا الشيء. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله يقول سبحانه يقول لم يكن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأصنام بتاركين دينهم من قبل أن تأتيهم علامة واضحة من ربهم تدلهم على الحق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن ماذا؟ الله أعلم. فالعلماء تحدثوا عن كلمة منفكين، منفكين عن كفرهم، منفكين يعني احتمالات كثيرة، منفكين عن كفرهم، منفكين عن أنهم كانوا ينتظرون هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتبعونه، ثم لما لم يكن هذا النبي من اليهود والنصارى كفروا به إلا بعضهم آمن به. المقصود هذا تحدث عنه علماء التفسير. فالله يقول لم يكن الكفار، يعني معنى الكلام لم يكن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأصنام بتاركين دينهم من قبل أن تأتيهم علامة واضحة من ربهم تدل على الحق. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني يقرأ عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعني ذلك أنه في قوله يتلو عليهم صحف مطهرة أنه يقرأ، وإنما يملي من صدره صلى الله عليه وسلم. فالله يقول هنا وتلك البينة، يعني معنى الكلام وتلك البينة هي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن المكتوب في صحف منزه عن كل سوء، في تلك الصحف كتب مستقيمة. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة فقال رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو، يقرأ عليهم من صدر عليه السلام، يتلو عليهم صحف مطهرة وهي القرآن العظيم، وهذه الصحف فيها كتب قيمة يعني مستقيمة، كما قال الله تعالى عن القرآن قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهكذا. فالإسلام كله مستقيم في عقائده وفي معاملاته وفي دعوته الناس إلى الأخلاق وفي كل شيء، فهو دين مستقيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ثم بين سبحانه ما كان عليه الكتاب من جحد للحق مع علمهم به، فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني ما تفرقوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ما تفرق الذين. ثم قال سبحانه وما تفرق اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما بعثه الله فكذب به بعضهم وآمن بعضهم. فنجد أن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام انقسم الناس إلى أقسام، فمثلا اليهود بعضهم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، مثلا عبد الله بن سلامة الحبر اليهودي رضي الله عنه وأرضاه أسلم ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من النصارى مثال ولا فيهم أكثر من واحد، النجاشي ملك الحبشة أسلم ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام.
فلما بعث صلى الله عليه وسلم تفرق فيه الناس، ما بين مصدق وما بين مكذب، ما بين مصدق مثلا من اليهود فمنهم من آمن به كعبد الله بن سلام كمثال، ومن النصارى النجاشي، ومنهم من كذب بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي قول الله سبحانه وتعالى وما في قوله سبحانه لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، بدأ بأهل الكتاب عن المشركين قبل المشركين، لعل سبب التقديم كما ذكره العلم لأن أهل الكتاب عندهم علم وأهل الشرك ما كان عندهم علم، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فكأن الحجة تقوم عليهم أكثر لأنهم عندهم علم. فهذا الشخص إذا كان عنده علم ويكفر بمحمد هذا الحجة تكون عليه يعني أكثر. كان ينبغي أن كان من المنتظر أن يسارع في اللحوق في اللحاق بركب محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به عليه الصلاة والسلام، عندهم علم. فلعل التقديم من أجل هذا، تقديم أهل الكتاب على المشركين. فالله تعالى يقول ثم بيّن الله تعالى ما كان يجب عليه من يفعله. كان من المنتظر من اليهود والنصارى، خاصة اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم ويعرفون أن الله سيبعث نبي في آخر الزمان، وهذا موجود في التوراة والإنجيل كما قال الله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم، يعني محمد وأصحاب محمد يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. فمحمد أوضح من الشمس في رابعة النهار. فالله تعالى يقول ما كان من المنتظر من الناس عموما خاصة من أهل العلم اليهود والنصارى أن يلحقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يجب عليهم أن يفعلوه كما قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لا يعبدوا الله فقط لا، وإنما مخلصين له الدين، دل على أنه لا بد في العمل من الإخلاص ولا العمل مردود، لأن العمل لا يقبل أيا كان عملا سواء كان قولا أو فعلا إلا بتوفر شرط صحة العمل وهو الإخلاص لله رب العالمين والمتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني يهود النصارى وغيرهم من الناس والأنبياء كذلك، ما أمروا وما بعثهم الله إلا ليأمر الناس ليأمر الناس أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. والحنيف أصلا في اللغة العربية العرب تطلق على الشخص إذا كانت قدمه مائلة تقول رجل أحنف أو رجل حنيف، فمعنى حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. ولذلك قال الله عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ولم يكن من المشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أيضا ويقيموا الصلاة، يعني ما قال يفعلوا قال يقيموا الصلاة لأنها أشمل من كلمة الفعل، فهي تشمل إقامة الصلاة بالشروط التي تسبقها من دخول الوقت والنية واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة وإلى آخره، وكذلك تقام الصلاة بأركانها التي هي فيها مثلا تكبيرة الإحرام والواجبات والسنن التي فيها وروح الصلاة ولب الصلاة وهو الخشوع فيها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة هو الدين المستقيم، هو الذي دعا عليه الأنبياء والرسل والذي دعا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأكد عليه على التوحيد وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى غير ذلك من شرائع الإسلام. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت قال الله الله وما ملكت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والشخص المعروف أنه في سكرات الموت يعني يتحدث بالشيء المهم، بل إنه لم يفرض شيء في السماء إلا الصلاة، فرض في الإسراء والمعراج دل على عظمة الصلاة، وهكذا دواليك. فالله يقول وفي قوله سبحانه وتعالى وذلك الدين القيمة اسم الإشارة، أشار إلى الإخلاص السابق وأشار
إلى أن الدين يكون كون خالي يكون خالص لله رب العالمين، وأشار إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال وذلك دين القيمة، فسمى الإخلاص وسمى فعل الصلاة والزكاة دين، دل على أن الإيمان قول وعمل، وهو مذهب السلف الصالح. هذا من ضمن الآيات التي استدل بها علماء السلف على إيش؟ على أن الإيمان ليس مجرد نطق باللسان، وأن الإيمان ليس مجرد الاعتقاد بالقلب، وإنما الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فمن ضمن الأدلة ماذا؟ قالوا إن الله لما تحدث عن إقام الصلاة وهي فعل، وإيتاء الزكاة وهي فعل، أتى باسم الإشارة، قال وذلك إشارة إلى الفعل دين القيمة. فمن أراد الدين المستقيم فليقيم الصلاة ويفعل الزكاة. وهذا مذهب السلف الصالح، أن الإيمان قول وعمل كما هو مقرر في مذهب السلف. ثم بيّن الله تعالى ما كان يجب عليه من يفعلوه، فقال وما أمروا إلا بعبادة الله وحده مخلصين له، مخلصين مسلمين مائلين عن الشرك للتوحيد، وأمروا بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة، وذلك الذي أمروا به من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام المستقيم العادل. فالله يقول لم يكن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان والأصنام بتاركين لدينهم من قبل أن تأتيهم علامة واضحة من رب تدل على الحق، كما قال تعالى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلتنا رسولا فنتبع آياتهم من قبل أن نذل ونخزى. قال فيها كتب قيمة، يعني في تلك الصحف يعني القرآن كتب مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله. فالقرآن ليس فيه نقص. القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ثم قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي وما تفرق اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوا به إلا بعد ما بعثه الله، فتفرقوا فيه فكذب بعضهم وآمن بعضهم، وقد كانوا قبل مبعثهم متفقين عن نبوته وتصديقه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذه السورة العظيمة سورة البينة، لأن الوقت داهمنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قائدين، ويحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك، وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. صلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.